أكد البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي قدرة فريقه على إقصاء برشلونة الإسبانية من دور الثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقيان على ملعب ستامفورد بريدج في جولة الذهاب خلال شهر فبراير الجاري. وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، قال هازارد: ستكون مباراة جميلة، ففي هذا الموسم هناك اختلاف في مستوانا عن العام الماضي، لكنها في النهاية مباراة كرة قدم، ولا يمكنك توقع ما سيحدث خلالها. وأضاف: لهذا السبب نحب هذه اللعبة، أنا متأكد من قدرتنا على تحقيق الفوز إذا لعبنا بجماعية أكثر، وسنرى. وعند سؤاله عن مدى تخوفه من تكرار الأخطاء التحكيمية كما حدث عام 2009 بين الفريقين، أجاب: أتذكر تلك المباراة لا سيما بعد رد فعل ديدييه دورجبا، لكن تلك الأخطاء جزء من كرة القدم، ولست خائفا من حدوث شيء مماثل، لأني لا أتحدث أبدا عن الحكام. وانهى اللاعب البلجيكي بالمديح على ليو ميسي أسطورة برشلونة، حيث قال: كما تعلمون البرسا يمتلك رجلا ليس من عالمنا، إنه مختلف ومن طراز رفيع، لكن الفريق لا يعتمد على لاعب واحد فقط، لأنهم منظومة متكاملة.